يقف العبد بين يدي سيده ومولاه، يناديه رباه رباه، يناديه بعد الذنوب والخطايا والعيوب والرزايا. وقد أقضت مضجعه وآلمته وأكربته، فلم يجد ملجأ ومنجأ إلا إلى الله. سيقف بين يدي الله وقد أحزنته ذنوبه وأهمته عيوبه وأسرته خطاياه. بعد أن ذهبت اللذة وانقضت الشهوة وأعقبها العذاب والهوان وأصابته مذية المعصية من فقر في يديه وسوء في حاله ومرض في بدنه وأحاط به ضيق النعاس وآلمت وأقضت مجعه وأقلقت، عندها نظر يمينا وشمالا فإذا بالنفس الأمارة بالسوء قد خذلت، وإذا بالشيطان المريد قد خذله. فلم يجد إلا ربه لكي يقف بين يديه معتذرا، ويقف بين يديه نادما تائبا منكسرا، فينادي ربه من صميم قلبه وفؤاده وهو يعتقد أنه لا أرحم من الله بخلقه. ينادي ربه وهو على يقين أن الله أحلم وأرحم، وأن الله أوفى وأكرم، وأنه إن كانت ذنوبه كبيرة فالله أكبر من كل شيء، وإن كانت عيوبه كثيرة فالله أرحم وهو الغفور الحليم. فوقف بين يدي الله منكسرا أسيرا حسيرا كثيرا، فيناديه يا ربي يا رب. وإذا بالله جل جلاله لا ينظر إلى ما مضى من إساءته، ولكن يفرح بإنابته وتوبته، فتفتح أبواب السماوات وتصعد الكلمات والدعوات، فتنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي، فينادي أرحم الراحمين وينادي خير الغافرين: يا ملائكتي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، قد غفرت لعبدي. وقد يكون العبد ابن 60 و70 فيغفر له في طرفة عين، فيتولى الشيطان يحفو التراب يقول: يا ويلي، أغويته من 60 و70 غفر له في طرفة عين. فإذا غفرت الذنوب وسترت العيوب وزالت الخطايا، فرح العبد بتوبة ربه عليه، ورأى بشائر فضله وإحسانه أمامه وبين يديه، رأى الكرم والجود والحلم والرحمة، فازداد فرحا بالله وإنابة إلى الله وثقة بالله جل جلاله، وأصبح لسان حاله يقول: يا رب، أسأت فيما مضى فأحسن لي فيما بقي من عمري، وأحسن لي فيما بقي من أجلي. فتغشته سحائب المغفرات، وأفاض الله عليه جميل وجزيل الرحمات، ففتح في وجهه أبواب البر، فانطلق ذلك العبد الموفق إلى أبواب الخير والطاعات، فرحا بتوبة ربه عليه وإنابته وإحسانه إليه. عليه أن يعلم أنه يريد من القيام بين يدي الله صلاح حاله وإصلاح مآله، وهذا لا يكون إلا بالتدبر بالقرآن. فإذا كان صلاته وراء الإمام يحس بجمال الصوت وزينة الصوت، ثم إذا قضى الإمام قراءته لم يفقه مما قرأه الإمام شيئا، فليبكي على نفسه،
فإنه طالب للنغمات وليس بطالب للتدبر في الآيات. علينا أن نعلم أن أسعد الناس في كتاب الله من إذا سمعته يقرأ كتاب الله أحسست أنه يخاف الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم، لكنها ليست هي المقصد. المقصد أفلا يتدبرون، المقصد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا وجدت أنك تخشع أن الرؤوس تطأطأ ويبكي الإنسان، ثم بعد ذلك لا يدري ماذا قال الإمام، الآيات اشتملت على أي شيء لا يدري، فقط أنها نغمة وتأثر بها، فهذا ليس من مقصود الشرع في شيء. العبرة بالتأثر. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الضابط أنك إذا صليت وراء إمام أحسست أن قراءته تدخل إلى قلبك وتدخل إلى سويداء القلب، فتعلم ما الذي أمر الله به وما الذي تتحدث عنه الآيات أثناء قراءة الإمام، فاشدد يديك عليه ولو كان تحسينه للقرآن أقل. فلذلك الأهم تدبر القرآن، الأهم التأثر بالقرآن، وليس الشكل، وليس المراد أن الإنسان ينظر إلى النغمة. وهذا من فضل الله يعرفه كثير، ونبه عليه بعض أهل العلم، وهو ضابط من أدق الضوابط، وينكفي الإنسان به فتنة عظيمة في سماع القرآن، أنك إذا سمعت إلى القارئ فانظر أثناء تلاوته وبعد التلاوة. إذا وجدت أثناء التلاوة أنك تمشي مع النغمة وجمالها، ثم تتحدث الآيات عن النار ووعدها ووعيدها وتخويف الله فيها وما فيها من الجحيم والأغلال عاذنا الله وإياكم منها، فإذا به يطرب من جمال النغمة، ثم لا يفقه مما ذكره الله في هذه الآيات شيئا، وهي واضحة في الدلالة على أنها مشتملة على الوعيد، لأنه انساق وانجر وراء النغمة. فالنغمات قد تكون فتنة، ولذلك الإنسان بشر وضعيف، فلا يجعل الإنسان النغمة هي الأساس، الأساس هو العلم، الأساس هو التأثر. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان القرآن في أقوالهم وأعمالهم قبل أن يكون في هز الرؤوس ودمع العين. ولذلك لما ذكر بعض الأئمة رحمهم الله أن التابعين وأتباع التابعين صار عندهم الخوف والبكاء بما لم يكن مشهورا عند الصحابة، قال لقوة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم كانوا ينظرون للقرآن بما يأمرهم الله فيه وما ينهاهم عنه، كانوا يتأثرون بالآيات، يتفاعلون مع الآيات. فإذا لا بد للمسلم إذا أراد أن ينال حظه من كتاب الله في قيام الليل والتهجد إذا طلب المسجد، أو أراد أن يختار، أن يبحث عن إمام إذا صلى وراءه كان أقرب لآخرته. ولكن أخي المسلم، هو كتاب الله وكلام الله، إذا سمعته من كل أحد فتأثر، وإذا سمعته فتبصر، وإذا سمعته فتذكر. لا يحتاج أنك تقف عند، حتى إن بعض الناس لا يصلي في التراويح والتهجد إلا وراء من عنده نغمة حسنة. نحن نبحث عن كتاب الله، ونبحث عن كلام الحي القيوم، ونبحث عن تغذي الاغتذاء بكتاب الله وكلام الله حتى يلامس شغاف قلوبنا وأرواحنا. فالموفق من رزقه الله العمل بهذا الأصل، أنه إذا سمع كتاب الله يتلى نظر إلى حاله أثناء التلاوة، هل يفقه الآيات ويتدبر فيها؟ والأمر الثاني، إذا انتهت التلاوة هل يبقى منها شيء في قلبه؟ وهذا قل أن يكون إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من إذا قرأ القرآن تحس أنه يخاف الله والدار الآخر. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل لنا وإياكم من التأثر والتدبر والتفكر في كلام الله أوفر الحظ والنصيب. الأعمال الصالحة خير للعبد في دينه ودنياه وآخرته، وليست سببا في حسن الخاتمة فقط، بل سبب في صلاح العبد وإصلاحه
والبركة له في نفسه وأهله وماله وولده. فلن تجد أبرك من طاعة الله ولا أعظم خيرا ونفعا للعبد من طاعة الله عز وجل. ولذلك تقود إلى حسن الخاتمة، نعم، لأن الله تعالى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولا يزال العبد يحافظ على طاعة الله وذكر الله ويعمر وقته بالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن والإحسان إلى المسلمين والصدقات حتى ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره ويعيش حميدا ويموت على أحسن ما تكون عليه الميتة، لأن الله سبحانه وتعالى يفي لأوليائه. فمن أخلص لله في قوله وعمله وظاهره وباطنه وتولى الله وتولى دين الله وشرع الله فلن ينتهي به الأمر إلا إلى خير في دينه ودنياه وآخرته. ولقد تكفل الله لهؤلاء السعداء الأولياء الأتقياء الذين حفظوا حدوده وحرصوا على ذكره وشكره والإنابة إليه أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلن تجد في هذه الحياة حياة أطيب من حياة طابت بطاعة الله عز وجل، ولن تطيب الحياة إلا بذلك، أن تجد العبد عمر قلبه بذكر الله فلا يفتر من التفكر في ملكوت الله عز وجل، فإن نظر إلى السماء تذكر من بناها ومن أغطش ليلها وأخرج ضحاها، وهذه النجوم كيف تلألأت وكيف بانت وكيف أشرقت، وهذه الشمس كيف طلعت وأشرقت، وهذا القمر المنير وغير ذلك من الدلائل. ثم ينظر إلى الأرض فلا يفتر من النظر في عظمة الله في كل سائر متحرك وثابت، فيقول: سبحان من أجرى هذا الشيء وسبحان من أمسكه، فيصبح قلبه دائما في ذكر الله عز وجل، يتفكر في خلق السماوات والأرض، يتفكر في السماء وما بناها وكيف رفعت، ويتذكر في الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض وفي الإبل كيف خلقت، يتفكر في مخلوقات الله. فإذا أصبح قلبه دائما في هذا التفكر انطلق لسانه بذكر الله، فلا تسمعه إلا تاليا للقرآن أو مستغفرا من الذنب أو معظما للرب بذكره بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة العلم والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتجده يبحث عن الحسنة في كل شيء، يبحث عن الحسنة حتى إنه إذا لم يجد حسنة أحس أنه لم يعش. فإذا وصل إلى هذه المرتبة حفظ حدود الله وحفظ سمعه وبصره وجوارحه عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأخلص لله عز وجل في جميع ما يعتقده ويقوله ويعمله من طاعة الله ومحبة الله، فتحت أبواب الرحمة في وجهه. فلن يسلك سبيل خير إلا سهل له، ولن يطرق باب فضل إلا سهل له. فتجده عند الناس إذا وقعت الخصومة أصلح بين المتخاصمين، وإذا وقعت الشحناء وجدته باب خير يجمع الله به القلوب، وإذا وجد الجاهل علمه والتائه أرشده والحائر دله. هذا ولي الله الذي تكفل الله له بكل خير. فهذا العبد الصالح يحب الله ويحبه الله، وظهرت دلائل محبة الله له بالتوفيق. فمثل هذا لا يقاد إلى حسن الخاتمة فقط، بل يقاد إلى الحياة السعيدة. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه لينصبن الخير عليه صبا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمثل هذا تفتح عليه البركات من السماء والأرض ما دام أنه يتقي الله سرا وجهارا ليلا ونهارا، لا يفكر في هذه الدنيا إلا في شيء واحد، وهو أن يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد بابا من أبواب الخير وجدته أسبق الناس إلى ذلك الباب، أولئك الذين أحبهم الله وحبب إليهم الخير وحببهم إلى عباده. فتجد دلائل المحبة ودلائل التوفيق ومنشور الولاية، الولاية من الله سبحانه وتعالى منشورة لمثل هؤلاء السعداء الذين أحبوا الله صدقا وحقا. فليس الإسلام بالتسمي ولا بالتمني، ولكن بما وقر في القلب وصدقه العمل. نعم، تقود الأعمال الصالحة
إلى الحياة الزاكية الطيبة تقود الأعمال الصالحة إلى روح وريحان وبشارة بالجنان ورب راض غير غضبان. نعم تقود الأعمال الصالحة إلى سداد في القول والعمل وبلوغ للأمل، تقود الأعمال الصالحة لولي الله للمحبة التي ينادي الله عز وجل بها على جبريل فيشهده ويشهد ملائكته فيقول يا جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، أحبه الله لأن الله نظر في قلبه فلم يجد فيه الحسد ولا الشحناء ولا البغضاء ولا الكراهية للمسلمين، أحبه الله لأن الله لم يسمع منه سبا للناس ولا شتما لهم ولا غيبة ولا نميمة ولا وقيعة في أعراضهم، أحبه الله لما سمع منه سبحانه قراءة كتابه وتلاوة آياته وسمع منه التسبيح والتقديس والتهليل والتكبير، أحبه الله لما وجد منه ولما رآه سبحانه مسلما حق الإسلام سلم المسلمون من يده ولسانه وعصم بتوفيق الله في جنانه وجوارحه وأركانه، أولئك السعداء أولئك الفضلاء أولئك الأخيار الأتقياء صفوة الله من عباده، فإن الله اصطفاهم واجتباهم. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا منهم. اللهم حببنا إلى الخير وحبب الخير إلينا، اللهم ارزقنا محبتك ومحبة كل شيء يقربنا إلى حبك، واجعلنا من السعداء الأولياء الأتقياء، واحشرنا في زمرة الأنبياء ومرافقتهم في دار البقاء برحمتك يا بديع الأرض والسماء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.